السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، في هذا الفيديو الخوت عندنا كذلك تسريبات صوتية. في هذا الفيديو الخوت غنكشف لكم واحد مخطط خطير كتخطط ليه البوليزاريو وناوية على أنها تقتل شي موريتانيين. كيفاش وعلاش؟ سمعوني بالتدريجيا باش تفهموا شنو كاين. هاد الموريتانيين منهم وحدين رؤساء احزاب سياسيين، ومنهم فاعلين جمعويين وحقوقيين. هاد الموريتانيين تجمعوا وداروا واحد المجموعه ورسلوا البوليزاريو وطلبوا منها على انها تطلب الاعتذار والسماح وتعترف بواحد الجرائم في حق موريتانيين قتلتهم وصفاتهم وعذبتهم ودخلتهم السجون. كاينين هاد الموريتانيين، عدد كبير منهم اليوم مازال على قيد الحياة، كتاب ليه النجاة بعد ما قضى سنوات إن لم أقل عقود في سجن رشيد. دخلوهم للتعذيب والسجون لا لشيء إلا لأنهم موريتانيين. بوليزاريو قديما في السبعينات والثمانينات كان دير واحد الشبكة فيها وحدين معيداهم مستنطقين جلادين، سمت هاد الشبكة شبكة موريتان كما عندها شبكة تكنا. هاد الشبكة متخصصة، أي موريتاني جا البوليزاريو جا المخيمات تندوف كيشدوه كيقبضوه كيستنطقوه كيتهموه على انه جاسوس المغرب وكيدخلوه للتعذيب والسجن. وهاد الموريتانيين مشاو للبوليزاريو على اساس على اغلبيتهم انهم معلمين، اغلبيتهم مشاو عندهم انهم معلمين يقراو لهم ولادهم وتركتهم في مخيمات تندوف. وكاين اللي مشى منهم على اساس يحمل السلاح ويقاتل مع البوليزاريو ضد المغرب، ولكن البوليزاريو كانت كتقبضهم وكتدخلهم للتعذيب وكتسجنهم في سجن رشيد. وعدد كبير منهم تقتل، وعدد كبير منهم كتاب ليه النجاة والفرار ورجع اما المغرب اما موريتانيا. المهم هادو اللي بقاو على قيد الحياة، هاد الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين ومن بينهم رئيس حزب اسمه الصيبوط، جامعوا وطالبوا البوليزاريو على ان تعتذر هاد الموريتانيين، تعتذر ليهم. ولكن البوليزاريو قالت لهم، قالت لهم بغيت نعتذر لكم، جيوا عندنا، جيوا عندنا نهار المؤتمر القادم ديال البوليزاريو. هذه الدعوه اللي مشات ليهم البوليزاريو ماشي دعوه رسميه، ما عطاهمش دعوه مكتوبه نهائيا باش تبقى هذه الدعوه بدون دليل. هما شنو كيخطوا لهم؟ كيخطوا لهم كي غايجيو ليهم هذه المجموعه اللي كينبشوا في هذا الملف ديال جرائم البوليزاريو في حق موريتانيين، اللي منهم قتل وتصفيه ومقابر جماعيه الموريتانيين مدفونين حاليا في الرشيد في مخيمات تندوف، كانوا ناويين يقتلوهم ويصفوهم. كي يدخلوا هاد الموريتانيين الحدود الجزائرية غيصفوهم غيقتلوهم وغيلفقوا التهمة للمغرب، غيقولوا لهم بأنه راه دخلوا المناطق العازلة وراه قصفوهم المغاربة وقتلوهم بالدرون. قلنا لهم أخوتي، أنا شخصيا تكلمت معاهم قلت لهم شوفوا حذاري شوفوا حذاري، بوليزاريو ما موجهش لكم دعوة رسمية أقسم بالله، وتوصلوهم لمخيمات تندوف ولا غيقطعوكم إربن إربن كما قعدلو الخاشقجي. صحراويين تقطعوا ايديهم وتقطعوا كراعيهم وتفصلوا ريوسهم على اجسادهم فقط لانهم صحراويين من التكنة. عدد كبير من الموريتانيين ما معروفش المصير ديالهم، كيف وصلوا لمخيمه تندوف اختفوا على الانظار، ما معروفش المصير ديالهم. واغلبيه منهم وعندنا شهادات، عندنا شهادات كيقولوا انه هاد الموريتانيين دفنتهم بوليزاريو احياء في مقابر جماعيه في مخيمه تندوف. غنسمعوا التسريبات، حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كلنا موريتانيا الحبيبة، نهاركم سعيد، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعافية. مرحبا بالجماعة كاملة، أتمنى إن شاء الله على أنه يعود الأستاذ سيد الرئيس محمود بن صيبوط يعود على الخط، يعود على المنبر. بغيت نستفسر عن معطيات سمعتها جديدة. أنا نعرف مدى صدقها من قلته، سمعت على أنه قيادة البوليزاريو عنها عرضت عليه على أنه يشارك في هو جماعة المبادرة البناني مصطفى المكي وأمير الشعراء، وعلى أنهم مدعوين للمشاركة في احتفالات 12 أكتوبر اللي مقول على أنها لين أعلن فيها عن انطلاق برنامج يهدف إلى طي ملف حقوق الإنسان وخصوصا اللي متعلق بالموريتانيين، من اللي كان
محمودي والصيبوط يترأس المبادرة من أجل طيو. دور نعرف مدى صدق هذه القضية من عدمه. السلام عليكم ورحمة الله. كلنا موريتانيا الحبيبة. مرحبا الأستاذ محمد فال. فعلا جاتنا مشاونا دعوة عن نجوم، ولكن دعوة ما هي مكتوبة. وبالنسبة لنا احنا نتكلم عن مبادرة الموريتانيين اللي السجن الرشيد اللي يعذبوا عبد المياسر المشي، وتكلمنا عن ميك الساعانة وجماعة معايا أنا وانا رأسها فينا أمير الشعراء سيدي محمد بومبو اللي أعلن انسحابه بدعم البوليساريو نهار هون فايت وقال عنه حيادي، ومعانا مصطفى المكي نائب سابق، ومعانا باه، ومعانا بناني خليل بناني دكتور خليل بناني وجماعات ما شاء الله ما نقدر نذكر اساميها كامله. و غير ما لبيت المطالب من الاول نطالب نختاروا العود اللي عن طريق يجينا مكتوب لك الصالح ونعودوا جايين مدين نتكلموا عن مجموعه واتصلنا به عضو من اللي متصلين بالمجموعه اللي نتكلموا عنها نتصلوا بها كامل من ضمنها ورؤوسها انتم الاستاذ محمد فال طبعا اللي ما نعدوا خطوه ما علمناكم، ما نعدوا خطوه ما اتصلنا بكم، ما لا يوقع شيء في اي مبادره ما اتصلنا بكم انتم المعنيين، ولكن نحن هم اللي متكلمين في القضيه. كيف ما بارك كان هيك ساعه وزير الداخليه كنا رانا قائمين بالمبادره انا ذاك كان والمرزوق اللي دارك وزير الخارجيه وبالنسبه للدعوه اللي عدلونا ما هو عن طريق ما مشونا رساله ورجاج ما مشينا رجاج رساله يعود عارف ايش قايس يعود ملي البرنامج اللي يعدل يعود قدامه ومشي له مكتوب ما استحسن نمشي. جانا ذاك ما دون جانا ذاك دون بلو اللي مد مبادره كبيرة ماشي ورئاسته كامل معناها أنا ما قلت تمشي يكون على رواية ملموسة وحقيقية ويعود من اللي معدل الشيء مهم للضحايا يعدل الشيء معنوي كيف قالوا دائما قاع مادي ما يضره اللي هي جماعة الموريتانية اللي نتكلم عنها قالوا عنهم يضروا لا شيء معنوي نكتب لهم شيء معنوي نستعذر لهم والضحايا منهم اللي ماتوا من الشهداء منهم يرحم عليهم ويستعذر لأسرهم وتو ذاك هو اللي بينا ما نمشوا بينا اللي هيك رواية ولكن اللي نمشوا ضروا طبعا اللي كانوا مشاوا لنا دعوة ضروا نمشوا بين ديليغاسيون لباس بها لباس بها يقعدوا معنا من الصحافة ومعنا رواية مهمة. مرحبا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا موريتانيا الحبيبة. مرحبا حمادة. مرحبتي حمادة. حمادة شفت اللي قلت فيه وفيه كيف إجراد الراجل شفت سمعتك قلت على أنه الاستدعاء جاء بعد عاقب كامل قلت من رد الاعتبار والاعتذارات. أنا ما حاجة لي على أن أخلق رد اعتبار فات إلى حد الساعة ما نعرف تعود غايبة عني بعد اللي نجبر منه من الضحايا ما سمعت ذاكرها وراني لك بعد ما سيان عني مطلع على ياسر من حيثيات الرواية سياني صار متعلق بالموريتانيين وسياني متعلق بالصحراويين اللي كانوا معانا. مسألة الصع على أنه حد ما قبل الصلح ما قبل يمشي وسوى الملف عنه عنده خلفية ثانية وعاد الملف مسيس وقلت انت ذيك الرواية اللي يقولها ياسر من الناس باعتبار على أنه قبوه المغاربة وعادوا يستعملوها ولا قبوه الناس وعادوا يستعملوها ذيك على كل حال ما نعرف كانها قاعد تليق بيك أنت معك من الناس ما تليق بيه اللي اسطوانة مشروخة وعندش من الناس الضعاف الضعيف ذاك اللي شورهم وما عندهم حجة ماشيين بيه. المسألة الثانية على أنه الاستدعاءات أم اللي إذا ما هو الشفات عاد حد يجزم به ويطرح أحكام مسبقة كذا اللي طرحت أنت على أنه إذا ما مشى حد معناها على أنه عملوه المغاربة وذي كيف قلت لك ما هي تليق لحد ما هو أنت أحكام مسبقة على الناس اللي تليق بها الناس اللي تليق بها
عند الناس اللي تيق بها موجود منها الحمد لله وحدين في المنبر يقدروا الله يتولوا عنكم ذيك الرواية بها اللي ما تليق بكم. الاستدعاء اللي خلق منه على أنه محمود اللي صيبوه فعلا جاء استدعاء بشكل شفوي، والآن ظن أنه ملف بهذا الحجم مد بعد بغي يتوفيه بشكل نهائي، على أنه ما ظن أنه يعود بهذا الشكل جينة وتعود تلقي كلمة في احتفال 12 أكتوبر لا يعلن فيه عن بداية، يعلن فيه عن بداية هذا بداية طي ذا الملف. هذا الحق اللي هو الحق ملف بالحجم وبالحساسية، ما أنا بعد ما نشوف على أنها طريقة طريقة لاستدعاء، ما نشوف أنها طريقة، خصوصا أنه محمود الصيبوط كان يرأس مبادرة فيها ياسر فيها قدر من الناس من النخبة الموريتانية، والتالي من أخبارها عنهم جاءوا للبشير وأبا يستقبلهم، والله قالت لهم أنت الرشيد، قالت لهم أنت الرشيد على أنه ما هو يستقبلهم. إذن عنه، إذن عنه ما فات خلق، إذا فات خلق الله ما 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 يبعد حد به، ما يبعد حد به. ذا في ظاهره أولا من الناحية الفنية ما هو ما هو ما هو ما هو بحجم الملف، ولا هو بحجم الإرادة اللي يلا تتعود عند الطرف الآخر باش يسويه به اللي مبادرة وتكلم عنها. وفاتوا واحدين من المسؤولين قالوا عنهم داعمينها، مسؤولين مسؤولين البوليزاريو، وقولان لرقا جينا تلقي كلمة ونمشوا بشور النواحي وكذا. هذا ما هو، ما فات عاد بعد، ما فات عاد هو قباله، ما فات عاد هو قباله. خليني أقول لك هون على أنه نكرر هم اللي ياسر من مرات ما نمل منها، على أنه قضية الملف ما تلقى مطلب، ما تلقى مطلب للضحايا، ضحايا قاعد عاد 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 راخين به ريد به اللي عاد مطلب الشعبي للصحراويين كاملين، يا غير طريقة معالجته ما هي دي الطريقة. أي طلع رجاج ميلاه واحد ميلاه، ذاك ما هو، ذاك ما هو ذيك الطريقة حسب اجتهادي. وراجي نعود إن شاء الله، نعود إن شاء الله مخطي، ظاهر لي على أنه خايف، وأنا خايف وأنا وراجي يعني نعود مخطي من يعود لا 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 يدخل في إطار حملة انتخابية سابق المؤتمر، سابق مؤتمر الجبهة من ضمن النشاطات اللي يدخل فيها، على أن رنا أطلقنا برنامج للمصالحة وتسوية ذاك الإرث الإنساني، وطبعا من انطلاقه طبعا عاقبها لابد تنعطى فترة لتنظيم الأمور، وذيك الفترة يخلق فيها، يخلق فيها اللي فيها المؤتمر ويعدل فيه ذاك اللي لا يعدل، لا يتعود عاد فماتيها أرضية له، لأنه خالق مصالحة وخالق وعد على أنه لا يخلق تطور جديد على المستوى الميداني المستوى العسكري. وذا خايف وأنا من يعود يدخل في ذاك، وأنا قلت لك إن شاء الله نعود خاطئ، مرحبا وسهلا.